Hello everyone, how are you? Today we have lesson 6. The title of the lesson, My Magazine. Hello حبايبي, درسنا اليوم unit 6, lesson 6. عنوان lesson, My Magazine, مجلتي. A fun day out. يوم خارج البيت. Think and discuss. فكر وناقش. What's your favorite place to visit? ما هو مكانك المفضل الذي تحب تزوره؟ Who did you go with last time? مع من ذهبت آخر مرة؟ What do you do? ماذا أنت تفعل؟ طبعاً هنا عندنا تراك, يعني أنتم ما عندكم إياه ما تسمعون. هنا عندنا ثلاث أماكن راح ناخذها. أول مكان اللي هو Fun City, مدينة الملاهي أو مدينة الألعاب. Rides and fun for all the family. أركب وتمتع مع كل العائلة. Roller coaster, هاي الألعاب اللي أخذناها. The big wheel, bumper car, the super slide, baby rides, ألعاب الأطفال. الأكل الموجود, بوب كورن, شامية, كاندي, كاندي فولز, الحلويات, and more. والكثير, lots of lovely souvenirs to take home. والكثير من الأشياء التذكارية اللي راح تأخذها للبيت. تفتح open every day except Monday, كل يوم عدا Monday. الدورس للبالغين سعرها بألفين إيراكي دينار. للchildren over 5, للأطفال فوق 5 بألف ونص إيراكي دينار. Children under 5 free, والأطفال تحت 5 سنوات مجانا. هاي كل هالأشياء, الأكل والأسعار وشو وقت تفتح وشنية الألعاب الموجودة, هذا بالمكان اللي أول اللي هو Fun City, مدينة الألعاب أو الملاهي. إحنا ثلاث أماكن, أهم شيء تركزوا لي على الاسم مال يعني المكان. هذا المكان الأول اسمه Fun City, مدينة الملاهي والألعاب. ثاني مكان هو اسمه Water World, مدينة المائية. عندنا إحنا صار بالعراق هواية Love Water, تحب الماء. Love Water World, تحب مدينة الألعاب المائية. The Amazing Water Castle, Amazing, مدهشة. Water Castle, القلعة المائية المدهشة. Three Boats, ثلاث أحواض. تكون الأحواض طبعا مع الألعاب هيك, مع هيك ألعاب تكون يعني الغميج يكون, وال يعني شوية أقل غمج, وال بالبداية مو غميج للأطفال يكون. هذا Three Boats أحواض. Water Slide, زحلية قبس مائية تكون بها مي. Swim with Fish, تسبح مع الأسماك. وBaby Pool, وحوض أسباح السباحة للأطفال. الكافي, المقهى يبيع Healthy Food and Drink, طعام وشراب صحي. Large Car Park, وبارك يعني موقف السيارات large كبير. Open, تفتح يوم Thursday and Monday. وswimming lesson, بها دروس للسباحة يوم Tuesday and Wednesday. وللأدولتس, للبالغين 6000 إيراكي دينار, 6000 عراقي. وللchildren 3000 إيراكي دينار. وللأطفال 3000 عراقي دينار. هسه احنا عندنا صار عندنا Fun City, مدينة الملاهي, وWater World, مدينة المائية. نجي آخر مكان اللي هو Magic Castle, القلعة السحرية. It is magic, إنه سحر. Climb to the top, تسلق للأعلى. Of your favorite castle, على قلعتك المفضلة. See the magic walls, شاهد الشلال السحري. Look in the magic pool, انظر للحوض السحري. And make a wish, وأعمل أمي يعني تتمنون. وتشمرون coins, حديدة فلوس, بس احنا ما عدنا coins بالعراق يعني. See beautiful birds, الطيور الجميلة. And butterflies, والفراشات. Win a magic souvenirs, وأربح تذكرة سحرية. Cake and cookies, يبيعون cake cookies, tea and coffee, fruit juice, وعصير فاكهة. Open summer only, تفتح بس بالصيف. أيام Thursday و Tuesday, للأدورس البالغين 9000 إيراكي دينار, 6000. للchildren, الأطفال 4500 إيراكي دينار, 4000 ونص عراقي. فأهم شيء هنا يعني بهذا الدرس تتعلمون كل مكان شنو بي أشياء, شنو بي ألعاب, شنو بي أكل, والأسماء Fun City, Water World, وMagic Castle. هاي اللي عندنا بالكتاب. Have the activity book on page 82. عندنا activity 1. أول هذا activity, هاي الألعاب راح نكملها. Read and match with the numbers, أقروا وصلوا. يعني roller castle, merry go round, big wheel, super slide, bumper cars, baby rides, ألعاب الأطفال, ووتر وولد, هاي الألعاب مالتنا. نيجي هنا, هذا موضوعنا اسمه الأرقام التسلسلية. الأرقام التسلسلية هذا حفظ, يعني إحنا متعلمين إنه الواحد نقول عليه 1 بالأرقام التسلسلية, يعني اللي ياخذ full marks, درجات كاملة, ما نقول له يطلع 1, لا نقول يطلع الأول. مثلا الواحد هو ثاني شخص بالعائلة, بالأطفال, بالفاميلي, نقول أنا ثاني,
أنا الثاني بالعائلة لو اثنين، لا الثاني. هاي يسألها الأرقام التسلسلية تبدي من first، first الأول، second الثاني، third الثالث. وشلون يكون اختصارها؟ first يعني نكتب الرقم، من نجي الاختصار شنو يعني اختصار؟ يعني نكتب رقم واحد يما آخر حرفين، first هاي الكلمة اختصارها رقم واحد يمها آخر حرفين اللي هو ST first، second الثاني. نكتب رقم اثنين وانا نكتب رقم اثنين آخر حرفين عندي، third الثالث عندنا هنا third الثالث. نكتب رقم ثلاثة آخر حرفين RD، بس باقي الأرقام نفس الأرقام اللي نعرفها بس نضيف لها المقطع TH، يعني four هاي four نعرفها بس نضيف لها TH، fourth الرابع نكتب أربعة TH، fifth fifth الخامس، five يعني شيء بيها فايف شوي بس اف اي اف شوي الاملاء يختلف تي اتش نضيف لها صارت فيفث، خمسة تي اتش، والباقي هكذا سيكث سيفنث ايث ناينث تينث، يعني من فور لحد عشرة، وهن باقي الارقام كلهم بس انتوا ساعدكم لحد عشرة، من بالاول متوسط ان شاء الله تاخذون باقي الارقام. فعندنا من اربعة لحد عشرة نفس الرقم الاملاء اللي نحفظه 1 2 العفو 4 5 6 7 بس نضيفها المقطع تي اتش. هي شنو الاختلاف عندنا؟ بس first الاول وسكند الثاني وثيرد الثالث. الاختصار شلون نكتبه؟ دائما الرقم يعني first الاول رقم واحد اخر حرفين ST، رقم اثنين second رقم اثنين عندي، وهكذا مثلا ثمانية ايث ثمانية تي اتش، يعني عندنا من رقم اربعة لحد عشرة الرقم يما تي اتش، بس وان وتو اللي فيرست وسكند وثيرد اخر حرفين. هذا اني حفظ حبايبي الارقام التسلسلية، فيرست سكند ثيرد، هذا اني الاول الثاني الثالث، باقي الارقام فورث فيفث سيكث سيفنث ايث ناينث تينث، نفس الرقم اللي حافظين القديمات من الأربعة فور، يعني انتو حافظين فور سيكس سيفن، ونضيف لها المقطع تي اتش. هذا اني حفظ، ارجع واقول هذا اني تحفظوهن حبايبي بالورقة والقلم مهم. زين نجي هنا عندنا هذا تريك، بس انتو ما عندكم التريك، فبس مجرد تحلوا رولر كاستر، منافي حب رولر كاستر وسارة تحب سارة ومنافي يحبون رولر كاستر، وهكذا هذا ما عندنا شيء بالتيبل، بس تحلوا هذا الجدول where did dream go magic castle، فما عندنا بس هذا، بس هذا يعني نحل هذه الورقتين، اهم شيء تحفظوا لي هذا الارقام التسلسلية. homework my sweet people، واجبنا حاولوا تقرون شوي حتى تقوون القراءة مالتكم، تقرون هذين القطع البلايسز الأماكن الفانسيتي والووتر وولد والماجيك كاسل، تحلوا لي الكراس وتركزوا لي على الأرقام التسلسلية حفظ. thank you and goodbye.